يعني برضو استاذ محمود، يمكن انت تابعت كمان، يعني ما كانش الاثاره في الدوري المصري بس يعني لتحديد مركز الثاني او مين ليه الافضليه في المركز الثاني، لكن كمان على المستوى الدوري المغربي كان تقدر تقول ان الدوري فضل رايح جاي ما بين الوداد والرجاء في 3-4 مرات في ربع ساعه. ف شفت دي ازاي؟ شفت ده 92 من ماتش الرجاء، يعني النتيجه 1-1 وهناك متقدم الوداد، وال يعني مسابقة يعني قوية فيها صراحة. ده بيبقى ليه نتائج أخرى، بيبقى مردودة لما يبقى عندك 3-4 فرق بتصارع، بيبقى عنده مردودها برضو على مسألة المنتخب، بيدي البطولة بيديها نفس وبيديها يعني متابعة. الوداد في البطولة دي غير أعتقد 3 مدربين، يعني كان قبل المدرب اللي جابه ده أصلا وجابه من حسينية أغادير، وكان قبلها كارلوس جاريدو ومشي، والراجل ده تولى معاهم اخر 8 مباريات في الدوري. هو بس عنده حاجه في الدوري المغربي انه ما لا يجوز الجمع ايه انك تولى تدريب فريق مرتين، فحتى ما كانش بيتابع من على كان موجود في المدرج، كان موجود يعني في المدرج جاموندي ده. جاموندي الراجل ده مش لاعب كره قدم على فكره، يعني اصلا بدايته مش لعيب كره قدم، بالعكس ده هو بدا التدريب سنه 98 مع فريق في الارجنتين، وبعد كده قعد معاه سنه وبعد كده اختفى وظهر بعد 5 سنين في افريقيا. ظهر بعد 5 سنين ظهر في افريقيا، واول ما ظهر ظهر في الترجي كمساعد كمان. وده من المدربين اللي دربوا على فريق سان داونز برضه في فتره من الفترات. عنده بص عنده مشوار كبير ما بين التدريب وما بين الاداره، ومشي من افريقيا وراح اتحاد كلباء وبعد كده رجع تاني على الجزائر. يعني عاوز اقول لك يعني المعلم عنده اكيد في شنطته فيها بس فيها، يعني هو في الدوري من اخر 8 ماتشات حقق 5 فوز وثلاثه تعادل. انا بقول لحضرتك يعني ايه اللي انا عاوز اقوله لك ايه يا كابتن، ان هو مدرب ما عندوش سفي. لما اجي انا امسك اول سفي، احنا السفي تعبنا في مصر شويه. يعني ما كانش عندك ايه يعني بص على شغل الراجل، يعني مش السفي ممكن يبقى مدرب صنايعي وبيعمل فرقه واشتغل، ممكن يعني مساله فوزه بالبطوله طبعا فوز بالبطوله بيديك دعم كمدرب بيديك قوه وجددوا الثقه فيه كمان، يعني الاداره كمان انا بقول لحضرتك يعني الاداره جددت الثقه يعني رغم الوداد الدوري. الوداد يعني فريق كبير واسم كبير في افريقيا، فبرضه لما يجيب مدرب زي كده اكيد بص فيه حاجه، يعني ليه فيها عنده حاجه بيعملها، بدليل الاداء انه حتى لو زي ما بيقول الدكتور ان هو في الفرقه ما لعبش بتشكيل ثابت برضه، دي استراتيجيه، يعني ايه بيعمل منها خلال الشغل برضه بيجهز كل لعيبته يبقوا جاهزين في كل المباريات لما يجي يحتاج يحط التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه الوداد. على فكره المواجهه في افريقيا هتبقى مختلفه جدا غير المواجهه في منافسات الدوري. طبيعي طبيعي جدا.